أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إذا فات الرجل قيام الليل هل يقضيه في النهار وترا أم يقضيه على ما هو عليه؟ لا، هذا ورد الدليل أنه يقضيه شفعا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته قيام الليل صلى من الضحى 12 ركعة، كان في الليل يصلي 11 ركعة، فإذا قضاه في النهار شفعه فصار يصلي 12 ركعة فيقضيه في النهار شفعاً.